معلش والله كان نفسي نوصلكم بس العربية مش معانا. يا شاورما جاية. يلا يلا يا أساتذة، كل واحد على مكتبه، اتفضلوا اتفضلوا، مفيش حاجة، اتفضلوا. كده الذهب مظبوط تمام. طب بالنسبة للطبانجة هتعملوا فيها ايه؟ لا مش مهم، طبانجة صوت صوتها حلو بقى على كده. يا باشا طالما الطبانجة طلعت صوت وفشنك، يبقى احنا كده اخرنا طرفنا من اي عهدة في الشركة. نستأذن سعادتك، سلام عليكم. سلام عليكم. على فين؟ لسه العربية. الله يا باشا، ده احنا طلع علينا عصابة وكنا هنموت وضحينا بحياتنا عشان نرجع لك الشنطة دي، بدل ما تدينا مكافأة تقوم تقول لسه العربية. ما هو أنا ما قلتلكمش، أصل البوليس بعد ما رجع لنا العربية لقينا فيها شوية إصلاحات كده، أنتوا طبعًا اللي هتتحملوها. أنتوا رجعتوا العربية؟ آه ما شاء الله، رجعتوا العربية ورجعتوا الدهب ومعاكوا كل حاجة، تصليحات اللي أنتوا عايزينها بكام يعني؟ 5000 جنيه بس، معاكوا كاش؟ زمن النون كاش كاش، زمن السرعة ما يستناش. مين وده وده؟ معاكوا كاش ولا جلاش؟ إحنا معناش يا باشا، يعني ممكن نمضي وصل أمانة. آه؟ أنت مش عارفنا في الإمضاء، في الإمضاء ما أقولكش. أوكي، أنت اديني الواحد يا اخي اتعود على الامضه دي بقى، الواحد جسمه نحس. اديني قلم يا بيه، قلم، اديني قلم، هموت وامضي.